عوامل في صالح الاتحاد اليوم؟ أقول أول حاجة الإرهاق. أنا دائما عندي رأي في الحتة بتاعت الإرهاق. يعني المباراة الفيحاء متين كانت لعبت؟ مباراة الفيحاء كانت يوم الأسبوع الماضي يوم الأحد. ما أنت مرتاح راح يوم الخميس. يوم الخميس كانت أيوة 3-4 يوم، دي فترة كافية جدا يوم الخميس كانت تتعافى من من الإرهاق. يعني ثلاثة الإرهاق زي ما قلنا من ناحية علمية الاتحاد الدولي ما بخط المباريات سايب خطها بناء على شنو؟ مقاييس الجهد اللي بيبذله اللاعب. طيب يعني اعتقد انه فتره بتاع 73 ساعة اكثر على 73 ساعة اكثر على 73 ساعة يا نعم المدسر. يعني فتره كافيه لانك انت تتعافى من الارهاق. نعم برضو انا دي اسمع اقول لك حاجه يا مدسر، برضو كذلك البعد من اللعبه التنافسي دينا دائما الحته اللي بتتكلم عنها، البعد من اللعبه التنافسي برضو نفس الحكايه عنده تاثير سلبي عليك انت كلاعب. فانت هسه الليلة اليوم لاعب مباراة، انت باعتبارك في حساس مكتسب حساسية المباريات يا كابتن مدسر. نعم لكن